الله فيكم. أنا الحين في الغرفة العظيمة. إيش الغرفة العظيمة؟ هذه الغرفة العظيمة هي غرفة فهد البسيمي اللي هو أخو محمد البسيمي مدير القناة. وفهد مسوي غرفة خاصة عنده بالست اب حقه وكل شيء على ثيم سايبر بانك. والأهم من هذا كله الست اب حق فهد طلع في قناة مرة مشهورة اسمها تيك سورس، وفي فقرة أيضا اسمها ست اب وورز، وهي عبارة عن فقرة مشهورة يصورون فيها ناس أجهزتهم الست اب حقهم، وفهد طلع فيه زي ما تشوفون هذه الصورة تحت لكم الفيديو باين إن فهد طلع فيه والست اب حقه. الست اب هذا ما راح أوريكم إياه الحين، لكن بوريكم إياه في الحلقة، فخلوكم معنا. نبدأ أول شيء مع البي سي. البي سي هذا سبق إن ركبناه كله من الصفر في القناة ترو جيمنج، بتشوفون الفيديو لها في تركيب موجود تحت في الديسكربشن بحط لكم اياه. البي سي هذا اللي صار فيه تغييرات جديده بعد ما صار فيه التركيب وخلصنا منه، ان فهد اضاف عليه مراوح جديده من كروسير موجوده فوق ملونه زي ما تشوفون عشان تكون الوان فيها الار جي بي، وايضا غير الرام زود 16 جيجا ثانيه فصارت 32 جيجا بايت، وايضا الرامات فيها ار جي بي لايت الانوار اللي تشوفونها هذه، واضاف ايضا LED strip زي ما تشوفونها هذه عشان الإضاءة، يحب الأنوار كثير في هذا شكله، وأيضا تحت الجهاز أضاف الأندر جلو بحيث يعطي الأنوار كلها زي ما تشوفوا الأنوار صايرة لون الأصفر ولون الأزرق اللي هو لون سايبر بانك. والكيس هذا تكلمنا عنه سابقا أنه من شركة NZXT اللي هي خاصة بالأشياء هذه، وأيضا المراوح الثنتين تشوفونها هذه الملونة جاية مع الكيس، ما أضافها فهد، هذه هي جاية مع الكيس. أما بالنسبة للكيبورد الماوس، الماوس من شركة ROG أو Republic of Gamers، وهذا الماوس ميزته الأساسية أنه في جويستيك من جهة اليسار بحيث لو لعبت ألعاب تقدر تتحكم بالجويستيك كأنك تتحكم بالجويستيك حق يد الجيمز اللي نعرفها العادية. أما بالنسبة للكيبورد هو من نوع كروس إير، وزي ما تشوفون الكيبورد هذا من النوع الحجم الكبير الفول كيبورد اللي يجي معاه أزرار النمباد العشرة الثانية، لكن فهد كان أول شاري على أساس يبي يلعب في ألعاب، بس اكتشف بعدين أنه يسوي مشاكل معاه وما برضو الماوس أنه يكون فيه قرابة كثير بينهم، فمستقبلا راح يغيره في كيبورد ثاني 10 كيلس يعني من غير الكيباد هذا ويكون شكله أصغر وأجمل. الكيبورد نفسه شكله جميل جدا وفي أيضا إضاءة الـ RGB تقدر تغيرونها زي ما تبغون عن طريق البرنامج الموجودة في البي سي، وفي أيضا أزرار إضافية عليها إذا تبغى تطول الصوت تقصر أو تحط ميوت أو تسوي حاجات ثانية موجودة في البي سي. أما الآن خلينا ننتقل للشاشة. الشاشة اللي اختارها فهد شاشة من شركة ريزر. ريزر هذه تعتبر أول شاشة لهم يطلعونها. ريزر معروفة أكثر شيء عن الكيبوردات والماوسات والسماعات، فأول مرة يطلعون الشاشة هذه. الشاشة هذه ميزتها أنها 2K وأيضا فيها 144 هرتز في الألعاب، وأيضا تدعم الـ HDR. وغير كذا الشاشة نفس تصميمها جدا جميل وأنيق بحيث أنه تحت في القاعدة في أنوار RGB تقدر يغيرها فهد زي ما يبغى من اللون اللي يبغاه. وأيضا أهم حاجة فيها من الخلف مسوين طريقة ترتيب الأسلاك أو خلينا نقول الكيبل مانجمنت زي ما تشوفون بشكل أنيق وجميل جدا، وما يسوي مشاكل ولا يسوي زحمة عندك في الأسلاك وشكلها جميل. وايضا حاجه ثانيه من ريزر اخذها فهد هي الماوس باد زي ما تشوفون. الماوس باد هذه غير الماوس بادات العاديه الصغيره، هذه عباره عن ماوس باد زي الكاربت، حاجه طويله زي السجاده الطويله. ميزتها انها تكون طويله ومريحه وما تسوي زي يعني اذا كان بيلعب لعبه مثلا ما يسوي احتكاك يكون في فراغ بين الكيبورد وبين الماوس، هذا شيء جدا جميل. وايضا فيها اطرافها انوار RGB تتغير مع اللون اللي يتغير فيه بالشاشه زي ما تشوفون قاعده الشاشه، لانها كلها من شركه ريزر وكلهم يشتغلون في نفس التطبيق. اما الان خلينا ننتقل للمايك. المايك من النوع اللي اختاره فهد شركه بلو. بلو هذه مشهوره طالع لك مايكات بلو يتي اللي يستخدمونها الستريمرز كثير منهم، لكن فهد اختار نوع اسمه بلو امبر ويعتبر من الكوندنسر مايك. هذا مشكلته انه يلقط الاصوات اللي حولك، عشان كذا فهد اشترى ميكسر بحيث انه يقدر يخلي يشبك المايك في الميكسر هذا ويخلي يسوي معادله بحيث انه يساعد في عدم التقاط الاصوات اللي حوله. والميكسر هذا ايضا له استخدامات ثانيه بحيث انك تقدر تشبك عليه جهازين، هو عنده جهاز خاص بالستريمينج وجهاز يلعب فيه، فلما يسوي ستريمينج او بث يقدر يخلي الاصوات اللي تطلع من الستريمينج والاصوات تطلع من البث موجوده في نفس المكان عن طريق الميكسر، ويقدر ايضا مثلا يعلي صوت اللعبه، يقصر صوت الناس يتكلمون معه في الشات، يعني له فوائد كثيره جدا الميكسر هذا. واضافنا لذلك المكسر هذا زي ما تشوفون فيه خاصيه انك تقدر تحط فيه تخصيص خاص فيك، زي ما تشوف فهد حاط حاجه للسبوتيفاي وحاط حاجه ايضا للديسكورد وايضا الصوت العادي للجهاز، فانت تقدر تحط البرامج اللي تبغاها بحيث انك تعلي صوت ديسكورد تنقل صوت سبوتيفاي على راحتك. والحين خلينا نتكلم عن اخر شيء موجود في السيت اب الخاص الموجود عند فهد وهي الستريم ديك. الستريم ديك هذا بكل بساطه فكرته انه يساعدك في الاختصارات فقط، يعني هو عباره عن شاشه LCD تقدر تحط فيها صورة حاجات معينة زي ما تشوفون احنا حتى موقع ترو جيمنج، ومجرد ما اضغط على صورة ترو جيمنج الموقع يفتح لي على طول
الموقع ترو جيمينج في المتصفح، حتى لو كان مسكر المتصفح يفتح لك اياه ويدخل لك فيها. ايضا لو كان عندك لعبه تقدر مثلا تخصص لعبه موجوده هنا، يطلع تحط شعار حقها صورتها، ولا ما تضغط على الزر هذا راح يفتح لك اللعبه ويشغلها. وايضا عندك ستريمينج او تبي تسوي بث تقدر تشغل البث بضغطه زر. بكل بساطه هذا الشيء يفيدك كله بالاختصارات. وحين خلوا لكم ارهب شيء موجود في السيت اب حق فهد، اللي هي الطاوله المتحركه. هذه ما هي طاوله عاديه، هذه الطاوله تتحرك فوق وتحت، وميزتها انها تتكون من ثلاث قطع: الفريم اللي تشوفونه اللي هي القاعده اللي تحت الرجول، والتيبل توب الطاوله نفسها، وايضا السيجنم اللي موجود ورا. هذه عباره عن زي سله يحفظ فيها الاسلاك عشان يسوي كيبل مانجمنت وما يسوي حوسه في الاسلاك. والميزه ايضا ان الفريم اشتراه فهد من امازون نفسهم، لكن الطاوله نفسها والسيجنم اشتراها من محل ايكيا. يعني تشتري الفريم لحاله وتشتري الطاولات من اي مكان طاولات موجود تعرفه وتركب فيه، مو لازم الطاوله تضربها من برا عشان ما يكون في شحن غالي معاك وزي كذا. والتحكم بالطاوله المتحركه هذه جدا سهل، عندكم الازرار هذه، زر سهم فوق ترقيه السهم فوق، وزر سهم تحت تنزل الطاوله. وايضا عندكم الازرار هذه الاربعه الام 1 ام 2 ام 3 ام 4، هذه زر الذاكره، بحيث اذا انت مثلا تخزن ذاكره معينه او نمط معين الى مكان معين. هنا خلاص حطيت على الام 1 خلاص عارف الجلسه هذه، ام 2 بيتغير من نفسه الى جلسه ثانيه اللي هي الوضع الواقف. طبعا رجع الام 1 زي ما تشوفون، ضغط زر يرجع ام 1 زي ما كان وما يتغير. هذا شيء جدا مفيد وجدا سهل. واحيانا فهد يبغى يلعب العاب بدقه 4K لان شاشه الريزر زي ما قلت لكم فقط تدعم دقه 2K، عشان كذا عنده تلفزيون LG CX واللي يعتبرون افضل التلفزيونات الموجوده للجيل الجديد من الالعاب، لان في HDMI 2.1 وايضا يدعم دقه 120 هرتز. معناته اذا فهد يبغى يلعب لعبه تدعم دقه 4K على البي سي حقه يحول على طول من البي سي الى الشاشه هذه ويلعب العابه، وايضا يقدر يشوف فيه طبعا اجهزه البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس واي جهاز عنده ثاني ويلعب فيه في الشاشه الرهيبه هذه. وايضا فهد ما تم فقط في الاجهزه حقته، ايضا ديكور الغرفه غيره وخلاه قريب من الثيم حق سايبر بانك. زي ما تشوفون عنده هذا البوستر، البوستر هذا ميزته انه مصنوع من الحديد، وايضا يكون موجود فيه اطراف تتشبك عن طريق المغناطيس، وهذا سببه انه اذا بغى فهد يغير البوستر هذا بكل بساطه يقدر ينزعه ويقدر يجيب بوستر ثاني ويحطه مكانه بكل بساطه. وايضا زي ما تشوفون زي ما قلت لكم مهتم بالديكور، بحيث انه جاب ارفف من ايكيا عاديه كان لونها ابيض لكن صبغها بالالوان اللي تناسب الثيم حق سايبر بانك اللي هو الازرق السماوي والاصفر، والسويتش حقه ايضا يناسب لونه الثيم حق سايبر بانك زي ما تشوفون اللون الاصفر والازرق الفاتح. وايضا عند الموسوعه الخاصه الرسميه السايبر بانك فيها كل معلومات عن اللعبه والشخصيات والقصص فيها وايضا الاحداث اللي صارت قبل اللعبه، يعني كل حاجه فيها موجوده في عالم سايبر بانك موجوده في هذا الكتاب الضخم. وهنا فهد ايضا وضع النانو ليف، النانو ليف هذا طبعا عباره عن الواح مضيئه تقدر تحط الالوان اللي تبغاها، ومتاكد الالوان هذه او خلينا نقول الالواح هذه شفتوها عند اكثر من ستريمر معروف لانها اشتهرت كثير هذه الايام، لكن فيها ميزه رهيبه اللي هي التشكيل هذا اللي سواه فهد حق ميزه واحده بتشوفونها بعد شوي. ومثل ما تشوفون قدامكم هذه الحركه الرهيبه اللي تكلمت عنها، وفكرتها ان الانوار قاعده تتغير على الشيء اللي موجود في الشاشه، وهنا قاعد نستعرض لكم الاعلان حق لعبه سايبر بانك 2077 والانوار قاعده تتغير مثل ما الشاشه تتغير حسب الالوان الموجوده فيها. وهذه كانت نهايه رحلتنا في الغرفه العظيمه ومع السيت اب الرهيب الخاص بسايبر بانك اللي مسويه فهد البسيمي. اعطونا رايكم فيها تحت بالتعليقات، وايضا اذا عجبكم الحلقه حطوا لايك، ولا تنسونا ايضا اشتركوا بالقناه وقولوا لنا تحت بالتعليقات مدى حماسكم للعبه سايبر بانك 2077. يعطيكم العافيه ومع السلامه.